بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بنات التلميذات أبناء التلاميذ، تفعيلا لعملية الدعم والتعلم عن بعد والتي جاءت في إطار هذه الظرف الاستثنائية لوباء كورونا كوفيد-19، والتي من خلالها نحن مطالبون جميعا باتخاذ جميع التدابير الاحترازية، ونسأل الله اللطف والعافية والسلامة للجميع. بالنسبة لدرس اليوم متعلق بالاتحاد الأوروبي، ومن خلال هذا الدرس سنتعرف على أهمية الاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي جهوي، وسنرى أهميته الاقتصادية في تمهيد الإشكالي لهذا الدرس. سنرى أهمية الاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي، ثم نطرح مجموعة من التساؤلات التي سنجيب عنها في كل نشاط على حدة. فالسؤال الأول حول مراحل تكوين الاتحاد الأوروبي، ثم مقومات ومظاهر هذا الاندماج، ثم السؤال الآخر حول معيقات الاندماج الشامل. بالنسبة للنشاط الأول، مراحل تكوين الاتحاد الأوروبي. مر الاتحاد الأوروبي في تكوينه عبر مجموعة من المراحل نقسمها إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى والتي انطلقت من 1951 إلى 1957، وسميت هذه المرحلة بمرحلة مجموعة الأوروبي للفحم والفولاذ. هذه المرحلة ضمت 6 دول. أولا دول بينيلوكس والتي تضم بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ، ثم ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا. بالنسبة للمرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تمتد من 1957 إلى 1992، وهي المرحلة التي تشكلت فيها المجموعة الاقتصادية الأوروبية والتي تضم 12 دولة. ففي سنة 1973 انضمت كل من بريطانيا وإيرلندا والدنمارك، وفي سنة 1981 انضمت اليونان، ثم سنة 1986 انضمت إسبانيا والبرتغال، وسنة 1990 بعد توحيد ألمانيا أي انضمت ألمانيا الشرقية. بالنسبة للمرحلة الثالثة من 1992 إلى الآن، وخلالها تم إنشاء الاتحاد الأوروبي. ففي سنة 1992 وحسب معاهدة ماستريخت تمت ولادة الاتحاد الأوروبي، ثم سنة 1995 انضمت كل من النمسا والسويد وفنلندا، ثم سنة 2004 انضمت 10 دول وهي بولونيا، هنغاريا، جمهورية تشيك، سلوفاكيا، إستونيا، ليتوانيا، سلوفينيا، مالطا، قبرص، وفي سنة 2007 انضمت كل من رومانيا وبلغاريا، وفي 2013 انضمت كرواتيا ليصبح مجموع دول الاتحاد الأوروبي 22 دولة. وهذه هي خريطة المراحل تشكيل الاتحاد الأوروبي. إلا أن الحدث الطارئ وهو أن تم خروج بريطانيا من هذا الاتحاد وفق استفتاء 23 يونيو 2016 بنسبة 51.7% لصالح الخروج من الاتحاد، وبالتالي
في 29 مارس 2019 تم الخروج الرسمي، فأصبح الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة. بالنسبة لمقومات الاندماج للاتحاد الأوروبي، أولا المقوم الأول وحدة التاريخ والمصير المشترك، على اعتبار أن هذه الدول لها تاريخ مشترك وعرفت مصير أيضا تمثل في الحرب العالمية الأولى والأزمة الاقتصادية لسنة 1926 ثم الحرب العالمية الثانية. ثم هناك وحدة الانتماء الجغرافي كمقوم ثاني، على اعتبار أن هذه القارة معروفة بقدم تعميرها، أيضا عرفت الثورة الصناعية، ثم أن لديها تكامن في المؤهلات الجغرافية. المقوم الثالث وحدة النظام السياسي والاقتصادي، فدول الاتحاد الأوروبي كلها تنهج الديمقراطية السياسية والتي تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير، كما أنها على المستوى الاقتصادي تنهج النظام الرأسمالي الليبرالي المبني على المنافسة الحرة والمبادرة الفردية. رابعاً الأسس التنظيمية، فبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي تعتمد على مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية. هذه المؤسسات هي كالآتي: البرلمان الأوروبي والذي هو مؤسسة تشريعية مقرها في ستراسبورغ ومكاتبه في كل من بروكسل ولوكسمبورغ، ولدينا اللجنة الأوروبية أو المفوضية الأوروبية والتي لديها قوة اقتراحية ومقرها ببروكسل. ثم المجلس الأوروبي وهو له مهمة تقريرية يجتمع على الأقل مرتين في السنة ومقره في ستراسبورغ. ثم مجلس الوزراء وهو مؤسسة تنفيذية يتناوب كل 6 أشهر من يمثلونه المقر في ستراسبورغ. ثم لدينا محكمة العدل وهي مؤسسة قضائية وتقوم أيضا بالمراقبة القانونية والمقر في لوكسمبورغ. ثم لدينا البنك المركزي الذي يقوم بالمراقبة المالية وإصدار العملة والمقر في مدينة فرانكفورت. نمر الآن إلى مظاهر الاندماج في الاتحاد الأوروبي. المظهر الأول غادي نشوفوا مظاهر الاندماج المالي والاقتصادي. بالنسبة للمجال المالي، المظهر الأول في المجال بالنسبة لمظاهر الاندماج المالي والاقتصادي. المجال المالي تتجلى مظاهر الاندماج في توحيد السياسة المالية من خلال الوحدة الاقتصادية والمالية. في المجال الفلاحي، نهج السياسة الفلاحية المشتركة لدول الاتحاد للرفع من الإنتاجية وتحسين مستوى الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. في المجال الصناعي، تشجيع ودعم المقاولات والاهتمام بالتكوين والبحث العلمي والتنسيق لمواجهة المنافسة الأجنبية. وفي المجال التجاري، خلق سوق أوروبية موحدة والتنسيق مع باقي دول العالم في ميدان التعامل التجاري. مظاهر الاندماج الاجتماعي، تجلى مظاهر الاندماج الاجتماعي في حرية تنقل الأشخاص بين دول الاتحاد دون الحاجة إلى جواز سفر، الاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي التي تمكن الشباب من التنمية الذاتية ومتابعة الدراسة في بلد أوروبي آخر، اعتماد برامج أوروبية للتبادل التربوي كبرنامج إيراسموس وبرنامج سقراط، وتوحيد الشواهد والدبلومات والمؤهلات المهنية، تنمية التقدم العلمي والتقني. ومن مظاهر الاندماج الاجتماعي محاربة الإقصاء الاجتماعي والتمييز واحترام التنوع الثقافي واللغوي لبلدان الاتحاد. مظاهر القوى الاقتصادية، تتجلى مظاهر القوى الاقتصادية للاتحاد الأوروبي
في المجال الفلاحي، حيث يساهم الاتحاد الأوروبي بحصص مرتفعة من الإنتاج العالمي للحبوب والشمندر السكري والبطاطس والكروم والأبقار إلى غير ذلك من الإنتاج العالمي على المستوى الفلاحي. في المجال الصناعي يحتل الاتحاد الأوروبي مراتب متقدمة عالميا في صناعة السيارات والصناعة الميكانيكية والكيماوية وصناعة الطائرات والصناعة الإلكترونية والمعلوماتية. في المجال التجاري احتكاره لخمس التجارة العالمية بفضل قوته الفلاحية والصناعية وضخامة الأسطول التجاري. بالنسبة لمعيقات الاندماج والآفاق، إذن المعيقات والتحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي. على المستوى الاجتماعي يعاني الاتحاد الأوروبي من شيخوخة المجتمع وضعف وتيرة النمو الديمغرافي، وبالتالي الحاجة إلى اليد العاملة. عدم انخراط بعض الدول الأعضاء في مجال العملة الموحدة اليورو. من أيضا المعيقات التي تقف وراء أو تقف أمام الاندماج الشامل، تفاوت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأوروبية، ضعف قطاع الإلكترونيات مقارنة مع الدول الكبرى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. من بين أيضا المعيقات التي يواجه الاتحاد الأوروبي وهي تحديات كبيرة، الهجرة السرية الوافدة من بلدان الجنوب. إذن الآفاق المستقبلية، وهو أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالدستور الأوروبي الذي صدق عليه وتم تطبيقه سنة 2004، ثم هناك الميثاق الأوروبي الذي تضمن حقوق العدالة والكرامة والتضامن، ثم الهجرة القانونية من خلال تسوية وضعية المهاجرين السريين وتشجيع الهجرة القانونية بتعاون مع دول العبور كالمغرب، ثم الانفتاح على دول جديدة. وهكذا، وفي الختام، فإن الاتحاد الأوروبي يشكل تكتل اقتصادي وسياسي مهم جدا، من خلاله سيتمكن من إبراز مكانته العالمية خصوصا بين القوى الاقتصادية كالولايات المتحدة الأمريكية والصين. نتمنى أن يستفيد الجميع من هذا العرض المبسط، ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.